بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مع كل موسم تعبدي تتجدد بعض الأسئلة، ومنها صيام الست من شوال، فبعض الناس يروا كراهته. لماذا؟ ينبغي أن نعلم أن سائر الأئمة يرون لا يرون في ذلك بأسا، بل يستحبون صيام هذه الست من شوال، إلا الإمام مالك كره ذلك. لماذا؟ روى في موطئه أنه لم ير من أهل العلم من يصوم هذه الست وأهل السلف. ولماذا؟ تعليل الإمام مالك هو أن الناس قد يلحقون هذه الست برمضان بحكم الإلف والعادة، ستصير عندهم واجبا، وبالتالي يصومون على اعتبار أنها واجب. فسدا للذريعة الإمام مالك قال لا فضل ان نسد هذا الباب، ونقول الناس لا تصوموا هذا الست من شوال مباشره بعد العيد. ثم وجه اخر، ان هذا صيام الست ليس بدعه، ولا لا علاقه له بالبدعه، لانه منصوص عليه، والبدعه هي شيء غير منصوص عليه، شيء جديد في الدين. اما عندنا في هذا الحديث، روى الامام مسلم من صام رمضان وأتبعه بستين من شوال كمن صام الدهر، وعليه لا حاجة للحديث عن البدعة. ثم الإمام مالك لعله عندما قال لم يسمع ذلك عند أهل العلم، ربما لم يبلغه الحديث كما روى ابن عبد البر، لأن العلماء والصحابة تفرقوا في الأمصار في العراق وفي اليمن وغيرها، وبالتالي لعله لم يبلغه الحديث، أو كان الذين يصومونه من أهل الاقتداء والعلم كان يصومونه خفية حتى لا يقتدي بهم العوام، فيصير ذلك واجبا عليهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ترك صلاة التراويح مخافة أن يقتدي بها الناس فتصير واجبا عليهم. فكذلك هذه الست تفاداها الإمام مالك وأهل العلم كبار العلماء حتى لا يقتدي بهم العوام، ويرضون أو يجعلونها واجبة. إذا كما جعلها الإمام مالك، جعل سد الذريعة باعتباره اصلا شرعيا، فالان بعد ان امن الناس ولم يعودوا يخافون بين اختلاط الامر الواجب بالمسنون، ففتح الذريعه اي نترك الناس الفرصه ليجتهدوا ويصوموا، ولا نحرمهم من هذا الاجر، وخاصه ان في الصوم اجر كبير، والصوم جنه فيه فوائد عظيمه، فينبغي ان نترك الناس ونفتح لهم المجال هذا، والحمد لله رب العالمين.